أهلا، يا مرزوق. أفمن كفيك بالنصك يا درب اليمين شيء في شيء ذبحني وأنا عارف أني اليمين يا هلا. لا أبد مرجان متقطع مستانس إنك بتجي اليوم. روح سير سير بس، والله العظيم إنه ما يودي كلنا. رفع كفي قبل نصعك يا درب اليمين شايف شي ذبحني وانا عارف بلاي كل يوم اقول بتزين لكن ما تزين وكل ما جيت ازهر حظ خربها معاي ضويت اروح قدامي كمين وان بغيت ارجع وهون ذكرت اللي وراي يا محمد محزم الضيق والدر المتين يرضى له سي وعزي ويبغى ترضاي. انا سمعت الشرقي نسانيسك عطور البارحة يوم الدروب تدلها في وسط نجد وخدتني سكة عبور وجهك على دار منيبة أحلها لكن طلبت قدامها رحلة مرور الغيمة طلبتك حلها تمطل على قاع تضيق بها الصدور على الصدور الضايقة يعلها البارحة والحال مني تدلها أدام الضيق في وسط القبور ريح المطر هم مصدور يشلها البارحة والحال مني في دبور أجمع ضلوعي للشعر وأفلها أي والله إني سابح سبع البحور يزينها لا جاتني في حلها الكلمة اللي جاتني بين أسطور والكلمة اللي جاتني بين أسطور أعرف أغلفها
واعرفه في ماني متكبر ولا احب الغرور، والفكر هاللي في دماغك شلها، ما عاد لي خاطر على بعض الامور، وله بعض اللي عليها كلها، وما عاد لي قلب على أزل لها جسور بعض السوالف، لو تموت أزيل لها إلى متى لجي تسجل لي حضور، أشوف خلق الله تغير كلها يا صاحبي، في ذمتي من تبعذور الكلمة اللي ما تزيدك خله. نويت وجاني صدق ولا تكفي، وانا من البعد فيني ما يكفي. والله انا استنى المطبخ باجي عندي. يلا يلا يا جالي الليل ما وينتني حاج، سبل علي الغرى وسنجلني سنجلني وعيد باك بفور الخبر. قصيدة، قصيدة قصيدة، راحت حياته ويكتب قصايد يا مسكين. إنا لله، قالت أبغى منك يا غالي وصال، قالت أبغى منك يا غالي وصاه، وقفت بقلبي ولا وصيتها. كيف أنا أوصيك يا مال الغنى وانت روحي معك ما رديتها؟ كم فرض من فروض الصلاة راحت من العمر ما صليتها، الخشوع اللي فقدته في الصلاة ضيع فروضي وانا صليتها. الله مو بسيط ابو راشد. ابو راشد استغفر الله واتوب اليه. هالعالم وينه؟ يا عرب يا هو
عروب جاسم حق. أوه هو بواحد بهذا، هل هنالك أحد؟ راشد تعال احت عليه من الغنيمة، ما أدري وين أنت، أنت وين أنت؟ يلا يلا جاسم بحالي باتك الراس مجنون أروج. رافعين كفي قبل انصاك يا ذرب اليمين، شايف ان شي ذبحني وانا عارف بلاي، كل يوم اقول بتزين لكن ما تزين، وكل ما جيت ازعم اغربها معاي. والله العظيم اسمع، بغيت اروح قدامي جالس هناك بعد جابر واسمع وووو وووو شوف وش ذا الشايب اسم اللي يدعي، استنكرت انا قلت هذا يا اخوي هذا داخل البيت، واطلع واوقف في نص الغرفه، انت ما انت اللي تصيح ولا حد رد، قلت والله لا لا شو اللي انت صوت وراشد والله العظيم رجال. انت وين خليته؟ وين رحت؟ رحت شو اسمه اقوم. هذه حياتك بس تكتب قصيده لمتى؟ قل لا اله الا الله. ها؟ قل لا اله الا الله. لمتى بالله؟ خلنا افيدك. على كل زاويه المعركه. خلنا افيدك. بكره بكره في طال عمرك الوقف. قالوا اكتب قصيده في الوقف حقك. الله يحييك. مو لي لا. لا لك انت السفير الحين، المفروض انك تستانس الحين. طيب. بلشان بس. شو رايك بثقت؟ بلشان. المهم. بر الوالدين. والقصيده الثانيه حث الناس على الصدقه. هذه قصيدتين حلو؟ يا سلام. قصيده اليوم في عمان حق جابر الحكماني. ايه. حلو؟ القصيده الرابعه في خيمه محمد بن جخير في فقره. وطالبني قصيده. بالله عليك يعني ما تبيني انا ينظر بمخي يوم من الايام اصير اقعد اوشوش اسولف مع نفسي، انا قبل شوي والله اني نقطع على عمري، حطيت له كذا حسبي الله ونعم الوكيل. ما غير امي بيدي وراسي يلف وحالتي حاله تقول كاني مهبول بالحالي في ذا المكان. استغفر الله. الوضع مجري ويوسف له ويرثى له، حاول على وضع يصلح لك. ويصلح لي. ويصلح لي، اما اعتبرني غبي ما انتبه على باله ولا اعتبرني ذكي. اما اعتبرني ذكي ما انتبه على باله ولا اعتبرني غبي مره ووضح لي. الى متى انا وحنا على ذا الحاله؟ تقول لي الخطا واخطي وتسمح لي. يا سلام. سعد الجدران. الله يحييك. وين العيال؟ ما في احد. شوف ابو حصه انا بقول لك قصيده. لا تقول يمتلى الراس من القصايد مني. لا لا هذه القصيده هذه بتحس فيها انت. ليش تحس فيها؟ يلا هذاك لا مو بيلا ها حسسني انك مهتم يا ابو حصه. انا اقصد لا والله ماني مهتم. لا لازم تهتم. والله ماني مهتم. الحين تهتم. شوف ابى اقول لك السالفه بتهتم انت. يلا. وش السالفه يا ابو حصه؟ جاء هذاك اليوم والله اني محتاج لي 60,000 على يدين كاسر ظهري. والله حتى الصلاه اني ما اقدر اصلي. ما غير التليفون يدق، والله اني حاط التليفون في جيبي عشان بس
ويدي يدي كذا داخل في جيبي بس عشان احط صامت. العالم كلني بدراهم عاد ما بهشيل من الدين يا بس. طيب وتذكر لي رجال من بني عمي شرواك. شرواك الطيب. والله يا ابو حصه اني في السياره من الساعه 3 العصر الى الساعه 7 او 8 في الليل. غير الود الود على ما قلت. الوج. الود ولا الود كلها واحد. المهم اقوم انا واكتب هالقصيده يا ابو حصه وارسلها عليه. اسمع اسمع المعاناه. رافع كفي قبل لانصاك يا ذرب اليمين، شايف شي ذبحني وانا عارف بلاي، كل يوم اقول بتزيل لكن ما تزين، وكل ما جيت ازهم الحظ خربها معاي معاي، ان بغيت اروح قدام قدامي كمين، وان بغيت ارجع وهون ذكرت لي وراي وراي. يا علي يا محزم الضيق يا الدرع المتين، يا رضا نفسي وعزي ويا غايه رضاي، يا دوا جرحي وسيفي عشير الغانمين، يا جلا همي وخيرة ربوعي وقرباي أول الطارين في البال، يا العقل الرزين يا كتوفي يا كفوفي جنوبي، يا عضايا وقوفي في لزوم الحشام الطيبين، يا مقامي عند الأجناب وأعز أصدقائي، يا حريب ظروف الأيام وغبار السنين، أنت يا عيني وضحكة حجاجي، يا دواي يا غنيم ابن العبيوي وسيف ابن الحسين، يا بشارة من تصبر وقال الخير، جاي زند ابو زيد الهلالي بوجه المغرضين، من كسر رمح بن مره قبل يطعن قفاي، يا جبر عظم المعنى وكسر الحاقدين، يا عزاي وجبر كسري بعد كسرة عصاي، يا النعم في طاري الذرب يا الحصن الحصين، يا الوفا لخانة ايامي الحلوة وفاي، هيه يا ابن سبيع يا نور على ذاك الجبين، يا ذرايا اللي يذري قبل الحق مدايا الفصيح اللي يفض النزاع بكلمتين، فزعته ترضي غروري وترفع مستواي، من كسر كسرتها للحق في غزوة حنين حزم مكة، يحجب النور والشمس بسماي بئس ما قدم هنالك دريد المشركين، ذبحته تجبر عزاهم قبل تجبر عزاي، جيت يا ابن سبيع صدري مبيح بالكنين، يا علي صدري من البين بيح بالكنين، يوم ربي ساقني لك وبيحت بخفاي داخل الثلث الآخر وليلي ركعتين، في قنوت الوتر طاحت دموعي من دعاي داخل في وجه ربي، من ابليس اللعين جل وجه اللي نصرني ولا خيب رجاي، رحت فيها طويلة طبعا لأن آخر شيء قلت لها الله كل هذه ما كشفت ظروفي العوج والهم الدفين، غير للي ينقل عباي يحس بشقاي، فاتح باب المعاذير يا العذر السمين، قابلن عذرك ونالك وما تملك يداي المكان اللي تجيها الحشام الطيبين، يا مقامي عند الاجناب وعز اصدقائي. يا سهلا. قال والله لو دينك 2 مليون يا ولدي ان خلصت. يا حبيبي. اشهد الله علي اني ما سمعت منها الا هالكلام. قال والله لو دينك 2 مليون يا ولدي اني لا خلصها الا. انت وش تبي مني تكتفيني هالقصيده كلها؟ ابتليتك يا عمران. حيا الله بن عارج. اسبوع واحد ما اخذ اسبوع ولاني رد عليه فلوس الحمد لله. حيا الله ابو حصه. يا مرحبا. انت صايم ابو راشد ولا مصايم؟ هذول اثنين صايم انت؟ اي صايم. هذول اثنين جاء ايش اسمه راحوا، هم شعار طبعا، راحوا يطول العمر ودخلوا ما صايم الله يجزاك خير، وانا ادق في الشكشوكه لين قلت بس كذا. انت مسافه سافه انت موسوس. انت اللي والله طالع والله انك موسوس. والله العظيم انك موسوس. الحين سالتك سؤال وجاوبت علي ورحت وقصيت هالسالفه بعدين رجعت للسؤال. لا تذكرت انه كان في هواء. لا والله تذكرت انه في هواء. يقولون نصاب يلعب على فرصه. انت العب على نفسك ما تلعب علي. ولا صيامك لك مولي. استغفر الله العظيم. استغفر الله. وين دق قنبه؟ انا غير ما يبلع من عليك، انا والله علمت قصتي. وين انت؟ انا كان بعلمك اصلا بس اني انا ما ادري ايش اللي خلاني اكذب عليك، وش ما ادري. ردعت النفس شيطان ابليس. اسمع لا ردعت النفس عندك الله يحييك. حسبي الله على هالخشه. الله يحييك يا ابو حصه. انت لازم تخرب على المجلس. انا ما ادري ارتاح يا ابو. وين افطرت؟ والله طلع عمر شوف انا كنت صايم اموري في السليم يا ولد لين مريت على الناضج ولا هالشيبان اللي جالسين شيبان المشراك اليمس كلهم لا قالوا يا وليدي روح تعال بكره ايه وبيهم زياده عليهم اربع زياده ايه تكين والفطور الشكشوكه والفول الدنيا مر عليهم
والله العظيم تجي عاد هم اربع مرات وانا اردهم قلت لا يخصمون علي. اثرهم مكلمين الناضج وخالصين قالوا اذا جاء واحد متسابقين عندنا خليه يفطر معنا. طيب؟ يوم مريت عليهم بقى. والله انت تجي يا ولد انت يوجي ما حد يجيك من القناه كلها. طيب؟ انت صايم اول؟ اي قلت انا صايم قال ولا صمت الا يوم كلمتك الناضج؟ ايه والله كان كاس الشيطان قام يوزني شوي. ايه وزنك الشيطان. اي قلت يا ولد انا هذا له بقضاء. ولا هو شنة. كمل حبيبي. نقضي ان شاء الله. الحين هو قضاء الحين ولا مو قضاء؟ لا وش قضاء؟ ما ادري يمكن الشيخ ابو بدر مشاري يمسكني اليوم يقول يلا صم يوم الاثنين الجاي، والله ما ادري انا معكم ولا في البراين برا. والله صيام زين يا اخي. تلومنا يا ابو حصه اذا ضرب مخي، والله لا تلومني يا ابو حصه. والله العظيم انه ضارب مخك. ها؟ ضارب مخك عسى الله ما يبغى. غصب والله. لا من اللي غاصبك؟ والله غصب اللي قابل وجهك اكيد انه اكيد انه ابي ينضرب مخ اللي قابل خشيتك. في احد غاصبك؟ والله بينضرب. من اللي غاصبك؟ الزمان الاقشر. اوف اوف. الزمان الاقشر وقوانين المسابقه. لا والله الزمان حلو. والله اقشر. والله قل لا اله الا الله. لا اله الا الله. خابر المثل اللي يقول علينا من زماننا واطي. واطي. والله شوف الزمان ما هو مخلي حد على كيفه، لكن أيوة البخيت اللي يصبر على ميلات الزمان والظروف. يا سلام. والله تقول حكم. انا كل شيء عندي حكم، اذا بغيت اتكلم بالحكم ها؟ انبثق يا ابو حسن. عز الله انك تنبثق. انا فيني زر اذا ضغطت الزر هذا انبثقت انبثاقت ما اعلم بها الله. عز الله انك تنبثق. اي ما يردني الا هالاوديه اللي وراء. لا حتى هذا ما يردك. لا تردني يعني. لا والله ما يرد. والله تردني انا ايش ما جربت انا. وين بلال؟ وين المغيط؟ يا حبيبي يا بلال. ها؟ المغيط وين؟ ها؟ المغيط وين؟ وش المغيط؟ ايش اسمه ابو حور؟ يا ها؟ انا اقترحت عليه اقتراح. قلت له كل ما جيت بتطلع الرياليتي وزع المتسابقين كلهم بردول. المفروض بعدين تطبق هالحكي. لا. انا اقول لك ليش؟ لاني انا انا صار لي اسبوعين الحين عاض لي شحمه. انت ايش فيك؟ ايش فيك؟ ما يكبر بعينك شيء. والله انك صادق هذا اقتراح حلو بس يصلح لك انت يصلح له هو. لا انا مالي شغل. انت يصلح لك طعمك توزع علينا بنادول نايت هو بنادول الاحمر. انت يصلح لك اللي انت غابر انت غابر اللي خليك تحكي زياده شوي. اعوذ بالله من شرك. لا هذه طال عمرك الفيتامينات فيتامين سي وفيتامين دي. الله 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 يحييك يا ابو حصه. انا داري انك ما تمرد علي شيء بالخير يا ابو حصه. انت ما تمرد على نفسك. هيه يا حزم الظامي الظهريات الحين ما والله هذيك مطبخ. من معك بالمطبخ؟ تشوف خشتي في الدوام برا. من معك؟ الله يودها. معي الشيخ شيخ القريه سلطان. سلطان كاتب فيه قصيده بالانجليزي. انا اليوم هنا كله انجليزي ما في عربي. والله عظيم. والله وش لا ما لا ما تحب القصيده. سمعك والله تضحك اقسم بالله. قل وين نايم؟ وين نايم؟ روح شوف هذا هنا. وينه؟ يكون في الروم. اوه سلطان. بيقول يا استاذ هاني يا ابو شوق يا. استغربت انا ما ادري وين راح. بليز كان يو هيلب ماي فريند. Everybody looking to screen. خليك معي وبليز تيك ماي هاند انتو the kitchen في العشر واللين. I am not afraid of the end because I know interest الدين حفيد من جند كفوفه جند في الطيب ورجال الوها دارين. يا سلام. لا بس يبغالها ترتيب. انا ما رتبت. انت جينا وتحوشنا حوش ما يعلم بها الا رب العالمين. شو ما رتبتها؟ يبغالها ترتيب. يا ابو حصه قول لي متى عاد اللي بفارقك يا ابو حصه؟ والله العظيم من قدر ودي افارق حتى الهنود اللي هنا. كانك تبغى الصدق. والله اني بديت اوالف المكان. بالله. والله امس اقول لخالد الشيباني. اقول يا ولد ما نبدأ شلون برجع لاهلي الحين. ابى استنكر بيتنا.
سبحان الله بني آدم يتكيف على المكان. وين إبراهيم إذا ما جانا اسمه ذهي؟ يعني أنت الحين تكيفت؟ والله أنا بديت أنبثق في التكييف. والله ما والله ما يوالف هالمكان إلا واحد خبل. هذا يهبل. والله أجل أجل أنا وصلت إلى مرحلة شوف حص أمشي في هناك بالزراعة أكلم الجبال بالحالي الساعة 4 الفجر. لا أقول لك أنا وصلت إلى مرحلة خطيرة. من اللي كان يسمعني؟ أبو فجر محمد بن جغير وين كانوا جالسين؟ في جلسة تخيل النور كلها طافية الساعة 4 جالسين يسولفون بشوي شوي أنا ما سمعتهم. تخبر الواحد إذا قدر بالحالة بعض الأحيان يسولف مع نفسه ما هي بوسوسة هذه حديث النفس يعني. العالم يقول إنه مو بصاعي. أنا يا محمد لا حول ولا قوة إلا هم طبعا ما يسمعون إلا لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا آخر حياتي أقعد أمشي في وادي ما أدري وش اسمه وبين هالجبال اللي والله ما أدري وين مكاني فيه وأكلم الجبال عز الله العزيز إن نهايتي إنها مدبلة. أيوه مو قلت لي كلام من واجد رجع آخر شيء والله ما سمعت إلا إلا ضحكهم وتخابر الضحكة اللي كاتمها تقاقع عاد محمد المطيري يضحك يلا شوف عاد وش اللي بيصير يا أخي تسد جنوب وتحكي على روحه. هي يا أخوي والله اللي ما يحكي على روحه إذا قدها بالحالة هذا مهبول. ودك تسولف على نفسك شلون يا تسالف على نفسك تونس روحك لا بد من حديث النفس والدليل جلد الذات والنفس اللوامة معي يعني النفس اللوامة اللي النفس اللوامة أقسم فيها الله سبحانه وتعالى. فالنفس اللوامة لما تلوم على نفسها ما تلوم على نفسها إذا كان حديث إيماني ما تلوم على نفسها قدام الناس يعني أنت ما تجي تقول أنا والله سويت لي أنا سرقت ليش يا نفسي تسرقين؟ ما تقدر تتكلم مع الناس بس انك يصير في حديث داخلي بينك وبين نفسك حديث يعني بعد المعصيه وكذا فكل واحد يتكلم مع نفسه في ناس يقولون له هذا مهبول يتكلم مع نفسه يا اخي انا بدايه البرنامج مو بدايته يعني بالمنتصف يا اخي وسوست مو هيجي بهالليل وفرشت فراش قمت راعي لها السماء ايوه مدري مدري خنيت ان هالعالم تمشي قدامي مش ها حتى باب بيت انا شفته اي والله نيت ان هالعالم تمشي قدامي والعالم تقهوى يا سلام وشوف هذا امي وهذا العالم وهذا العالم بس تراح انت تراعي للسماء وباب بيت انا وهذا هذه السيارات اللي عند بيتنا بس تراعها يا كل شيء كل شيء خذيت يا اخي كم يوم هاللون وشوى انهجت مني والله بيني وبينك مو بنبهر انا اللي يجلس معك انت يوسوس يمكن والله مو والله حتى انت اللي يجلس معك مو بيوسوس لا والله عقلية. والله العظيم انه يوسوس انا تصدق اني نسيت اسم امي وعيالي كله منك انت مني انا من مقابل في الشيخ انت وسلطانوف هذا انا ايش دخل انا؟ ما ادري ها؟ ما ادري انا بقول لك ايش دخلك؟ اللي دخلك الصدفه انك انت جيت وانا موجود الله اللي جابك الله لا يجيبك شوف الحين في بعض الاماكن انت ما تحبها تكرهها وفي ناس انت قابلتهم في هالمكان تكرههم مع المكان انا بكرهكم كلكم بطلع من هنا طال عمرك بسحب عليكم كلكم وما لي داقل على جالس يسحبون علينا بعضها محلى شوف هذا اعوذ بالله من الشعاذة بسم الله الرحمن الرحيم هذه تقول هذه شغل قرية هذه تقول صبع بنغالي الله يعطيك صبع بنغالي سلام سلام هلا يا شيخ جابر هلا يا شيخ جابر يا شيخ جابر يا حب بليز يا حب بليز 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 دونت دونت جابر عندك مطبخ انت؟ اه ها؟ للاسف عندك؟ الله يعينك والله لا وعندك اليوم بعد مبادرة حقك ويا الساعة 7 تعبان ابن انت رحت سجلته وين سجلته في عبادة الفنون؟ وين؟ عبادة الفنون من سجل معك؟ أه؟ من أنا ومقرن سلطان وعلي كلكم
الحفل؟ لا ما عشان حفل، عشان عشان حق الام. هذا وقف الام. شيل الام؟ وقف الام. وقف الام. اسمع، في حفل اوين بالاربعاء. اسمعني بقول لك، في حفل بالاربعاء ومبادره عن الام واللب سوينها ناصر غامض. يوم الاربعاء ولا الثلاثاء؟ الاربعاء. وكارديال بعد مسوي شيء بعد ما ادري شو. ما اعرف كارديال. باب امور يا ولد. ها؟ والله راحت لي. امبارح والله اني بسوي مبادره امبارح. كيف؟ قالوا روح البس. زين. انا اروح البس احوش نفسي طال عمرك. حيدك. يوم جيت هم قالوا لا. ليه؟ ليه طيب؟ قالوا ما نعرض لك هذا من شلون يا اخي مشهد صامت، عرض لي مؤثرات صوتيه. ليه؟ قال لا ما نعرض لك، لازم ترتيب مع الاداره مسبق. قلت له بالله يا امين ناصر قال لك. قلت انا من العصر وانا اجيكم. من قال لك؟ ناصر. ناصر الحربي، ناصر الحربي امس معصب. ناصر قلت انا من العصر وانا اجي. ناصر الحربي امس معصب. ناصر تعرف انه علمني شيء والله يوم علمني اني انكسر وجهي اقسم بالله. الابواب سكرها. من هالمتسابقين هذا. انا اقول لك من العصر وانا اجي. من عصر ونجم الحمد لله. من عصر يوم طقت الساعة 11 بالليل. من الساعة 10؟ اخر شيء وانا ارجع وانا اتروش. تعال وش سويتوا في المبادرة هذيك اللي طلعتوا من عندي؟ عشان ها؟ المبادرة حقت في الليل هذه. هذا عيوا على يسوى. ليه؟ ادري. هم يقولون الظاهر في الوقت. الحين هم يطالبونك مبادرة، وإذا بغيت تسوي مبادرة قالوا لا حددوها. عيوا عليك وبعدين يقول لا ما سوى شيء. قالوا وحدة لكن عادي. أدري لو ما سويت شيء. عيل ايش فايدة يمسك مبادرة؟ ها؟ أقول ايش فايدة الواحد يمسك مبادرة؟ هي تشريف. يمسك وقف. في مبادرة. المفروض يعطوني يضة والأخضر. إيه. خلاص بدأوا يملوا. عفت مبادرات أنا ها؟ بدأوا يملوا. تعال كيف الاسم اليوم؟ الحفل وين؟ هناك؟ اليوم هناك في مكان نموني؟ ها؟ في المكان حق ابراهيم؟ لا 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 ها؟ بنوزع شيء في البرايم شيء في الساحة. ليه؟ شيء هنا. ليه؟ طيب والفقرات كيف تقدمها؟ سبع هنا كلها تسجيل بلاي باك. اه شيء تسجيل. ايه من يوم من يوم ما جيت الله يسلمك الله يحييك. جالس على هالطاولة صار كلك مجهرية. الله يمسيك في الخير. السلام. شلونك؟ الحمد لله بنعمة. جبت الطعمة. والله. والله ما أعرف قال. الله يسلمك. هلا والله. يمكن ما في مطبخ اليوم. براشد. يمكن ما في شيء. ها؟ أقول يمكن ما في شيء. والله لا ما أتوقع. لو ما في شيء كان ردونا خبر. مرحبا ترحيب تمام. صايم انت؟ صايم؟ لا والله صايم. فين اصب؟ والله تبطون. ها؟ تبطون اعوذ بالله. تبطون ايش؟ بالاستديو. بالاستديو. شو نسوي؟ شلون الشيري حلوة؟ حقة الأم من كلمات أحسن. مش عندهم حفل أم؟ ها؟ في حفل يعني؟ ما في حفل مبادرة شركة على الأم واللب. حسيتنا الحين كأني في الجامعة. ليه؟ مبادرات و كل الحركات. اي والله والله تذكرت الجامعة قسم بالله. تذكرت نفس الشيء عندك؟ تذكرت البحوث. آه شيء لا تذكرني بالبحوث. اي والله. أخيس شيء. يا أخي شيء بالدنيا البحوث. والله أنا أخيس شيء بالدنيا. لا بعدين احنا لازم نمط معين و لا نفس الشيء احنا ترى. نمط حتى في مثلا تخيل حتى مسافة. حتى مساحات و اي مسافة كذا هني مسافة. ايوه. خط كذا لونه كذا لازم الفقرة ما أعرف إيه وكله بإنجليزي بعده. يا ليت بعده بالعربي تقدر تتصرف. كله بإنجليزي. الله والله كله بالانجليزي تكتب هنا تكتب 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 وتجلس يعدل لك مثلا غلط في الحرف غلط في ايش غلط. الظاهر من دخلت الجامعه يوم طلعت كتبت فوق 60 بحث. انت؟ اي والله. هلا احنا اقل اقل احنا كلها اكثر شيء غير عملي. غير شو اسمه عندنا ماده خاصه للبحث يعني من بدايه الترم ما ينتهي الترم وانت تكتب بحث. شوف من البدايه الى ما ينتهي هي وقتها مره بالاسبوع. تحضر مره باسبوع بس توريها اللي كتبت ويعدل عليك وترجع
وتكمل طال عمرك لين ما تخلص. اذا خلصت البحث تطلع استبانات عاد وتوزعهن، وبعدين تجمع الاستبانات وتفرغهم بورق. اي والله يوم خلص الترم قسم بالله ما بي راس. ايش تخصص في موارد بشريه ولا لا؟ خدمه اجتماعيه. خدمه اجتماعيه. فاحنا اداب الاشياء كلها نفس الحركه نحبها انا. اذكر اخوي ما رحنا معك كم كلمه كتب بحث 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 يعني كتاب 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 الاف الكلمات انجليزي. البحوث مشكله لكن حلوات تصدقني، ما عليك منها انه طويل وكذا، كل ما تكرر تقرر. وانت لما تكتب البحث وتعدل وتكتب وتعدل وتكتب وتعدل هذا يتقرر هذا مخك. ايه حلو ما بحلو، فاهم علي؟ حلو ما بحلو. يعني المحاضرات، المحاضرات احنا ما تعقل مثلا ملل تحس، فاهم علي؟ ملل. لكن اذا ماشي محاضرات كيف بتتعلم؟ هذا فهذه المشكله. لا بس البحث، البحث قلق. أه؟ البحث مصيبه، بعدين ما يقبلون من النت. ايه لازم مراجع وكتب. يدخلوا لكم يا انت في برنامج؟ ها؟ احنا عندنا برنامج يدخلوا البحث حقك برنامج، اذا جاب نسبه ما اعرف كم 15% نسخ يعاد. اوف والله. برنامج في الانترنت. نسخ يعني الكمبيوتر؟ ايه اذا مثلا جبت من كمبيوتر نسخته حطيته ما لا يشوفوه هناك يطلع لك النسبه. مره واحد من الشباب فوق 60 بس. الله والله العظيم. في مره واحده واحد من الشباب ايش سوى هو؟ اه في كان عندنا مادتين. الماده الثانيه قالوا عاد حتى لو تسوي مشروع تخرج. فواحد من الشباب مسوي مشروع تخرج في الماده الثانيه سوى نفس البحث، فاهمني؟ لما جينا نسخه في الماده الثانيه في الكمبيوتر طلع انه 100% منسوخ ويعطوهم اف. راسبين، تخيل ما عنده علوم، راسبين. قبل الترم الثاني جو عاد اساله كيف راسبين كيف ها 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 ها، قال انتم ناسخين. قال هذه السالفه هذه السالفه هذه السالفه. مشوهم بعدين اخر شيء.